في فترة الجبهات وفترة الحرب كانت هناك قنوات الطاغية تخوض دور إعلامي كبير، ربما أقول أنها نجحت في جزء منه في التغرير ببعض الناس، ولهذا كان لزاما علينا في الجبهات أن ننقل الأحداث كما هي، يعني ننقل عين الحقيقة. يعني وتم تحت فيه مرات يقول لك مثلا تم تطهيره بالمنطقة الطاغية اللي عنده، تم تطهير مثلا مصراتة، تم تطهير كيكلة، تم تطهير الزفتان، فلا بد أن نواكب إحنا ونوري الحقيقة للمشاهد، لا بد نوري الحقيقة لمن يستمع إلينا. ونعتبر يعني في هذا الشيء اللي هو ربما نجحنا بالرغم من وجود بعض التغييب اللي كان موجود في مدينة كيكلة وبعض الصعوبات، تغييب الإعلام اللي كان على مدينة كيكلة، أو من ناحية بعض الصعوبات، لأن كما نعلم أن مدينة كيكلة كانت في حكم لا تشبه إلا منفذ واحد من اتجاه قلعة، ومنطقة قلعة كان أيضا بها يعتبر الكتائب الطاغية موجودة هناك، ولهذا واجهنا حتى العديد من الصعوبات في هذا الأمر. كيف كنتوا تتواصلوا مع الرجل الإعلامي، وكيف أنشئت هذه اللجنة؟ اللجنة الإعلامية أنشئت في ربما أقول لك في ظروف سريعة في 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 بجزء سريع بشيء سريع جدا. يعني تم تكوين هذه اللجنة بعد مثلا يوم التحرير، ما كانتش مثلا موجوده من يوم 16 او 17 او 18 او قبل الدخول كتاب طاغيه، وجدت من يوم 27 على ما اظن، بعد 27 بثلاث ايام تم تشكيل هذه اللجنه في ظروف يعلم بها الله، يعني ظروف يعني حتى بامكانيات بسيطه جدا تم تشكيل هذه اللجنه. تم تشكيل هذه اللجنة عبارة عن مثلا جينا من جي نشوف هنا نجا من 5 أشخاص بداية، ثم 7 أشخاص، ثم لما اشتدت الجبهات حتى أشخاص من اللجنة العالمية اضطرينا أن نقاتل في الجبهة، اضطرينا نقاتل، وشاهدنا حتى عن اللي هو إصابتين من ضمن اللجان من ضمن اللجنة العالمية، اللي هو كان مصور القناة والشخص الثاني اللي ينقل في بعض الأحداث اللي هي موجودة هذه، أصيبوا في هذه الدورة. ذكرت بأن قنوات القذافي كانت تضرر حتى في مدينة كيكلة، هل كان وصول الصحافة الأجنبية أو القنوات الأجنبية مدينة كيكلة؟ وصلت بعض الصحافة اللي هي الأجنبية وصول بعض الوكالات، لكن ليس بشكل مكثف. يعني أنا شاهدت حتى وكالة رويتر الإخبارية يعني من شدة القصف اللي هو فر في نفس اليوم، ما قعدش يعني ما تحملش من شدة الضرب، كانت توج من جنوب المدينة من شرق المدينة اللي هو في كامل المدينة، اضطر انه ما قدرش يقعد، ما قدرش يتحمل شدة القصف اللي هو انتقل الى دائما في الاخبار من مناطق ابعد، من الزنتان، من يفرق، من قلعة، لكن من مدينة كيكلة وجد صعوبة. الأخير في دور اللجنة العلمية حاليا بعد التحرير، دور اللجنة الإعلامية حاليا بعد التحرير. دور اللجنة الإعلامية اللي هي حاليا بعد ما تم تحرير كامل التراب الليبي وإعلان التحرير، أصبح دورها دور اللي هو تثقيفي، أغلبية تثقيفي، تهدئة مثلا الدوار، نوريهم الشيء الصح من الشيء الخطأ، مثلا اللي كان فيه مثلا في البدايات كان فيه مثلا نقول ضرب، اطلاق الرصاص، كتيب، ظهور مثلا السيارات، راجمات 14 ونص بمختلف اشكالها، بدينا ننبه على هذه الاشياء انها من خطا. يعني حتى لما كان يطلق الرصاص نوريه ان سرعه الرصاص نقولها لما تطلق فوق نفس الشيء، يعني بتقول لي ممكن تطيح على انسان بريء يحتفل زيك زيها، ممكن يتسبب في موته، ممكن يتسبب لا قدر الله في جرحى كذلك، ولهذا اصبح دورها دور تثقيفي الابتعاد مهما كان على الفتنه، مثلا ابتعاد على عشان هي الفتنه، وماذا بين هذه بدنا نقرب فيها على شكل المصالح الوطنيه، اللي اذا مثلا نقول ما تنفضش بدم، ربما هذا كان انسان مغرر به، اللي حاربك بفكر يعني تقدر تحاربه بفكر، يعني هو فكره لا نقول لك كسراب يحسبها الظمآن ما، يعني فكره طاغيه بالسهوله انك تنتصر عليه، اللي ما دار شيء ممكن ان مثلا تغاضى على هذا الشيء، حتى لو سبب جراح اليمه وسبب اشياء يعني ما زالت في الوجدان وما زالت في قلب يحملها، وخصوصا امهات الشهداء، وخصوصا انسان جريح، وخصوصا انسان عدل، الا ان بدنا نركز ان ما دام لم يقم بهذا الشيء فقد كان تأييد فكري، هذا ممكن اللي هو ممكن القضاء عليه، ممكن نسامحه. الدور الاعلام الليبي حاليا هو المصالحه الوطنيه وحب ولم الشمل الليبيين كله.
بإذن الله أي كلمة قالها هذا الطاغية ماذا بينا احنا ننفذ عكسها. هو حاول التفريق احنا نحاول التقريب. ما نعطيش أي فرصة حتى لأزلامه. أنهم مثلا يقولوا احنا بالليبي يتشمتوا فينا. لابد نوري حتى للعالم هذه الدولة الديمقراطية، هذه الدولة اللي حاربنا، هذه اللي ضحينا من أجلها ب40,000 شهيد. مش معقولة نجي مثلا بأسباب. لازم نحافظ على الوحدة، لازم نحافظ. وحاليا أنا اللي نشوف فيه إن ليبيا من أحسن للأحسن. أنا نشوف مثلا الناس بدت مثلا تتلاقى مع بعض، تعرف بعض، عرفت مدن. مثلا في حتى ناس ما كانش تعرف مدينة كيكلة، ما كانش مثلا يعرف مدينة كيكلة نظرا للتهميش، نظرا للدمج اللي كان ما يعرف فيه بالشعبيات والأشياء هذه. ما كانش فيه الاهتمام أو الاهتمام بالمدن، كان اهتمامه فقط بأنصاره، اهتمامه فقط بمن حوله، بالعائله، بشن يدير، شن ما يديرش. يقول كام شهر احنا للتشاد، كام شهر موسم، حتى الغابات السويه يقول كام شهر اليوم دار، وكان هذا من امواله هو، كان هو يخدم يعطي كان منه. لكن حاليا فينا نشهد اللي هو عرفنا مدن، عرفنا مناطق، عرفنا كل شيء الحمد لله. شريك صدر العفو، واهلا وسهلا بكم.